كابتن عصام، اخيرا مين اللي بيعجبك من لاعبي النادي الاهلي؟ والله التيم متكامل وكل واحد عنده دور. عندك اخويا حارس يهنيك وقت الحارس يطمنك انك تبدا تلعب ومتطمن، عندك حارس وراك سبعه كما تقولوا، مهم جدا. علي معلول في اليسار معناه قيمه ثابته، الافشا لاعب متميز جدا وتخلى بسرعه في منظومه النجاح، شريف وانا استغربت معناها المدرب البرتغالي على تجربته وكيروش كيفاش استبعدوا في الفتره الاولى. رجع المنتخب ثاني كابتن عصام، رجع. عارف علاش قلت لك هي طبيعي يعني، سامحني في الكلمه غصبا عنه يا رجل. فهمتي؟ سامحني في الكلمه. الدفاع خاصة معناها فما الروح نتاع ياسر ابراهيم، وفما الخبرة الريشة نتاع بدر بنون، وفما لاعب انا يا اخي نحترمه برشا ونحبه برشا واثبت نفسه هو اكرم توفيق. اكرم توفيق معناها اللاعب تطور برشا وشفته في الاولمبيك جيمز، انا نقلت مباراة مصر وشفته في النادي الاهلي كيف استغل الفرصة وقت هاني ما يلعبش خاصة ماتشات الترجي، ولاعب بقلبه احنا نقوله لاعب راجل يعني حقيقة. أخيرا كابتن عصام عشان ما أطولش عليك، شايف الشعبية والحب الكبير من الجمهور المصري وخاصة جمهور النادي الأهلي للكابتن عصام الشوالي إزاي؟ هو شعور متبادل، هو محبة خالصة، هي محبة حقيقية، هي عشرة سنين. النادي الاهلي انا من هدف السيد عبد الحفيظ في 2001 في المنزه ضد الترجي، 20 سنه انا نتبع فيكم انتم تتبعوا فيا. والنادي الاهلي كابتن هذا اللي كنتي ديما نقولوا النادي فهمت ماذا يعني الاهلي بكل امانه في 99، وانا مغمور في اذاعه الشباب التونسيه لما ارسلت فاكس للنادي الاهلي اداره وقتها موجود في سايت النت، وطلبت معلومات على الاهلي في مختلف الرياضات وليس الاهلي الكروي، لاني عندي كل شيء على الاهلي فوتبول. فالحاج سمير عبد ربه الله يطول في انفاسه، هو بنفسه كان مدير النشاط الرياضي، والفاكسات في 8 صفحات لحد الان محتفظ بهم انا من 22-23 سنه. هنا عرفت قيمه النادي كيف محترف، والنادي كيف يشتغل، والنادي كيفاش تسير عنده الامور. في 99 عرفت انه النادي معناها محترف جدا جدا جدا. واحنا بنشكرك يا كابتن عصام وعايشك. عايشك حبيبي، دمت متالقا بعدما كنت بالقدم صرت بالميكروفون والمزدح. ان شاء الله ديما منور، وان شاء الله ديما صوتك مسمع يا كابتن. ده شهاده نعتز بيها، واحنا بنشكرك شكرا جزيلا عزيزي. المعلق الاشهر في الوطن العربي كابتن عصام الشوالي، كنت منورنا على قناه النادي الاهلي.